وضح لنا هاي الجملة يعني ما أقدر أعبرها بالحقيقة لا، وهي يعني رئيس جمعيات فلاحية في بغداد بلقاء مع الوزير ويعاهده ويأكد له بوجود مياه وخزين ومضمون. جنابك تقول أنا عندي الخزين قليل وأتمنى يجيني أو تجيني فد أمطار أو يجيني سيول أو يجيني فيضان. أنا عندك خرج المدينة هذا ما تفضل به سيد جعفر الحقيقة صحيح إذا كان قبل الموسم الصيفي. فعلا أعطينا التزام بالموسم الصيفي أن نأمن الزراعة بالكامل وفعلا تم زراعة كل المساحات المتفق عليها مع وزارة الزراعة في منطقة الفرات الأوسط خاصة محصول الرز وكان الإنتاج جيد حسب المعلومات مالتي. نعم. أنه حوالي 350 ألف طن إنتاجنا من الرز هذه السنة وأيضا ذرة الصفراء. الصيف الماضي أمننا الاحتياج الكامل على أمل بعض المؤشرات المناخية كانت تقول أنه أكو أمطار بعض الأمطار المبكرة لكن مع الأسف لم تتحقق بالمستوى اللي كنا نتوقع. فمن حبسة الأمطار في بداية الخريف أعطانا مؤشر للسنة الحالية المائية هي السنة المائية تنتهي في أو تبدأ في الشهر العاشر. إحنا مو تقويمنا يختلف. فالشهر العاشر إذا بدت بعدم انحباس الأمطار وإلى نهاية العاشر إحنا ماكو مطر يعني صح. هذه النقطة تنطي مؤشر أنه هذه السنة سنة مائية احتمال تكون ضعيفة أو جافة. فهذا المحذور انتبهنا له بشكل مبكر. فصار الاتفاق كيفية التكيف على مع هذه الحالة. طيب. الجفاف ظاهرة طبيعية في كل الدنيا فيجب أن تتكيف معها ويجب أن تخفف من تأثيرها. نقطتين مهمة جدا هاي سياسة معالجة الجفاف ومواجهتها. فالتكيف معها احنا مجبرين إزاء هذا. وين نجي؟ هل الصيف القادم مثل ما فضلت بمقدمة اللي قلت أنه العراق ما راح يزرع وما راح يجوز يشرب مي؟ إذن هاي النقطة أنا لازم أحسبها. ما عندي من خزين متاح يكفيني لأن أأمن احتياجات الزراعة لفقط 50% من المساحات اللي كانت تزرع العام الماضي كانت يعني 5 مليون دونم. يعني الوزارة راح ترضى بالأمر الواقع بالحصة. نعم. اللي جاي تجيها وما تقدر تصرف أي تصرف. نعم لأن هذه كمية المياه أنت خمسين واقعيين. أنا المياه ما تصنع. المياه تجي من الأمطار منابق. والثلوج. إلا أنه طريقة إدارتها هي هاي مسؤوليتي. ما عندنا طريقة إدارة. نعم طريقة إدارتها. شوف أنا هم أعرج على ما تفضل به السيد جعفر هو على موضوع لحد الآن التقنيات الحديثة إحنا وحتى الأستاذ تحسين إحنا نشتغل بالشبكات الري السومرية. أنا مو معني بهذا الموضوع بس أنا أقول لك الحقيقة يا أهم سيدي. المصادر اللي تبذر المياه هي؟ شوف مو هاي النقطة إحنا تبذر المياه يعني لازم هم نقنن أنا أي نعم نعم أنا أتحدث معك وأنا عايش هاي التجربة. أنا احنا اول من ادخل الري بالتنقيط في العراق في سنه الـ 74 شفت التجربه في هنغاريا كانت عندي دوره هناك وشفتها بالواقع. جينا لهنا نفذناها بالتعاون مع جامعه البصره في صحراء الزبير الري بالتنقيط ونجح بشكل هائل بحيث انتاج دونم الطماطه بالطريقه العاديه 4.5 طن وصلنا إلى 15 طن الله شاهد. أنا المعني هذا الموضوع وأفتخر بهذا الموقف. طيب. في السبعينات كان العراق سابق كل دول الجوار. يا سيدي إحنا بدلا نذهب للبناء ذهبنا للحرب هاي واقع. إذن إحنا صدنا طيب. أمام الأمر واقع. أنا كمخطط أتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب في الدراسة الاستراتيجية إحنا ملزمين من مخرجات الدراسة الاستراتيجية أن نعيد تأهيل المشاريع كل المشاريع الزراعية. يعني مشروع المسيب الكبير كان من أروع المشاريع. روح شوف هسه وضعه سيء جدا. هذا المواطن يسأل عن هذه المشاريع. نعم. أنا ما أعطيت الفرصة وما أعطيت الفلوس.